سالو لي ضياف، الدرس ديال اليوم هو حضارة بلاد الرافدين. مستعدين؟ يلا نبدأ. أول حاجة خاصنا نعرفو هي حضارة بلاد الرافدين، كتعتبر من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها ثراء، خلات من وراها تراث حضاري عريق. وأهم حاجة عرفت هاد الحضارة هو اختراع الكتابة وصدور عدة قوانين تنظيمية، منهم قانون حمورابي. أول حاجة غادي نشوفو هي موطن بلاد الرافدين. نستعنو بهاد الخريطة، عندنا موقع بلاد الرافدين هنايا ممثل باللون البرتقالي. كيف كنشوفو بلاد الرافدين تقع شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال شبه الجزيرة العربية. أهم حاجة هو أن بلاد الرافدين تقع بين نهرين اللي هما نهر دجلة ونهر الفرات. هادشي علاش تسمات بالرافدين. هاد المنطقة هادي هي العراق حاليا، دونك شرق البحر الأبيض المتوسط بين نهري دجلة والفرات العراق حاليا. ظهرت حكومة بلاد الرافدين حوالي سنة 3500 قبل الميلاد. ثالث حاجة غادي نشوفو هو توسع حضارة بلاد الرافدين، وغادي نستعنو بهاد الخريطة. الخطوط المتقطعة كتمثل لنا امتدادات منطقة بلاد الرافدين. عندنا بالأحمر هجرات الشعوب السامية من الجنوب، يعني من منطقة شبه الجزيرة العربية. وكيف كنعرفو هاد المنطقة ديال شبه الجزيرة العربية كانت منطقة قاحلة ذات مناخ صحراوي، إذا ما فيهاش الماء. فقاموا الشعوب السامية بما فيهم البابليون الأكاديون السومريون بالهجرة إلى بلاد الرافدين اللي كيف قلنا تقع ما بين جوج ديال الأنهار، وداكشي علاش تسمات بمنطقة الهلال الخصيب. دونك سبب توافد هجرة الشعوب السامية إلى بلاد الرافدين هو موقع هاد البلاد وخصوبة ديال المنطقة. إذن استقبلت المنطقة عددا من الشعوب هربا من الأراضي الصحراوية، مثال البابليون الأكاديون. وسبب توافد هاد الشعوب هو موقع بلاد الرافدين والخصوبة ديال المنطقة. دابا غادي نشوفو الحضارات اللي تعاقبت على حكم بلاد الرافدين، وغادي نستعنو بهاد الخط الزمني هذا. كيف كنشوفو عندنا عصور ما قبل التاريخ وعندنا العصور التاريخية، وهنا عندنا اختراع الكتابة. اختراع الكتابة هو الحد الفاصل ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. كيف شفنا ظهرت حكومات بلاد الرافدين سنة 3500 قبل الميلاد، قلنا حوالي سنة 3500 قبل الميلاد، يعني هنايا كانت 3500 قبل الميلاد، وهو الوقت ديال اختراع الكتاب. اول الدول اللي حكمات بلاد الرافدين هما حكومات دول المدن بحال سومر اور أكاد وماري، ثم حكومة بابل الأولى اللي عرفت ظهور قانون حمورابي، ثم جاء الحوثيون، ثم توحيد بلاد الرافدين اللي هي حكومة بابل الثانية. كيف شفنا هاجرت الشعوب السامية إلى بلاد الرافدين واستقروا ثم منذ 4000 سنة قبل الميلاد. مع سنة 3000 قبل الميلاد هاجرت شعوب سامية أخرى هربا من الجفاف. وتميزات طبيعة الحكم بوجود واحد النظام سميتو الدولة المدينة، هادشي علاش تسمات بحكومات دول المدن. كانوا كيختاروا حاكم على كل مدينة اللي كيسير الشؤون ديالها، يعني كل مدينة كانت مستقلة على الأخرى. ومن بعد الاتساع عاد باش ظهر الحكم الملكي مع البابليون اللي تعرضوا الاحتلال الاشوري ومن بعد الاحتلال الفارسي. قلنا بلي اول الدول اللي حكمت بلاد الرافدين هما حكومات دول المدن سومر اور اكاد ماري.
ثم جاءت حكومة بابل الأولى اللي عرفت ظهور قانون حمورابي من بعد الحوثيون، ثم تم توحيد بلاد الرافدين هي حكومة بابل الثانية، ثم الفرس. نمر الاختراع الكتابة المسمارية. ظهرت الكتابة المسمارية كيف شفنا في الخط الزمني سنة 3500 قبل الميلاد، وكيف قلنا في الأول كتعتبر الاختراع ديالها من أبرز مظاهر حضارة بلاد الرافدين. تسمات مسمارية كيف كتشوفوا في هذه الوثيقة هذه، لأنها واحد الرموز على شكل مسامير. في الأول كانت رسوم اللي تطورت عبر 20 قرن إلى رموز. نشوفوا المراحل اللي مرات منها الكتابة المسمارية. مرات الكتابة المسمارية من جوج ديال المراحل. المرحلة التصويرية حوالي سنة 3300 قبل الميلاد، والمرحلة الثانية ديال الترميز حوالي سنة 2400 قبل الميلاد. كيف كنشوفوا هنايا، في الأول كانت على شكل صور، بحال مثلا هنايا طير كان على شكل صور، من بعد تطور الى رمز. كيف كنشوفوا هنايا الرمز ديال السمكه والرمز ديال الحمار، هنايا فهي المرحله التصويريه، وهنايا مرحله الترميز. قلنا بلي المرحله التصويريه حوالي سنه 3300 قبل الميلاد، والمرحله ديال الترميز حوالي سنه 2400 قبل الميلاد. كيف كنشوفوا في الوثيقه، فالكتابه المسماريه كانت كتنقش على لوحات طينيه، وتستعملات لتدوين سجلات، لتنظيم ممتلكات الناس، لتدوين القصص والأساطير إلى آخره. مشكل صعوبة التحضير ديالها والصعوبة ديال فك الرموز ديالها ما خلاهاش تستمر وتنتشر، ولكن بالرغم من ذلك خلات تراث أدبي وفني، وتألفت عدة أساطير عن طريق هذه الكتابة المسمارية، أهمها ملحمة كلكامش. أول حاجة ظهرت الكتابة المسمارية سنة 3500 قبل الميلاد. قلنا باللي كتعتبر من أبرز مظاهر حضارة بلاد الرافدين. قلنا باللي تسمات مسمارية لأنها رموز على شكل مسامير. مرت الكتابة المسمارية من جوج ديال المراحل، المرحلة التصويرية والمرحلة الثانية فهي مرحلة الترميز. استعملت لتدوين السجلات، تنظيم ممتلكات الناس، وتدوين القصص والأساطير. وقلنا بلي مشكل صعوبة التحضير ديالها وصعوبة فك الرموز ما خلاهاش تستمر وتنتشر. اخر فقره في درس اليوم هي قانون حمورابي. اول حاجه شكون هو حمورابي؟ حمورابي كان احد الامراء اللي حكموا بلاد الرافدين من سنه 1792 قبل الميلاد الى سنه 1750 قبل الميلاد. عمل حمورابي على توحيد بلاد ما بين نهرين، يعني بلاد الرافدين، وفي العهد ديالو ظهرت الزراعه والصناعه والتجاره، وهو اللي وضع هذا القانون وتسمى قانون حمورابي. الوثيقه كتمثل لنا مقتطفات من هذا القانون. الماده 128، اذا اتخذ رجل زوجه ولم يدون عقدها، اي عقد الزواج، فان هذه المراه ليست زوجه شرعيه. المادة 195، إذا ضرب ابن أباه فعليهم أن يقطعوا يده. المادة 196، إذا فقأ رجل عين رجل آخر فعليهم أن يفقأوا عينه. المادة 218، إذا أجرى طبيب عملية لرجل بسكين لعمليات وسبب وفاة الرجل، أو فتح عين الرجل وأتلف عين الرجل، فعليهم أن يقطعوا يده. كيف كنشوفوا كيتضمن هذا القانون العديد من المجالات، منهم مجال ديال الطب، المجال ديال التجارة إلى آخره، وكانوا بزاف ديال العقوبات بحال مثلا الإعدام، تعويضات إلى آخره. وكان الهدف ديال هذا القانون تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع. وباش نختبروا المعارف ديالنا ونعرفوا واش فهمنا ولا ما فهمناش، غادي نديروا واحد لو بيتي كويز. السؤال الاول كيقول ضع علامه في الخانه المناسبه، واش صحيح ولا خطا؟
نخلي ليكم ولا للتفكير. أول جملة: تقع بلاد الرافدين في شرق حوض البحر الأحمر. الجملة فهي خاطئة، قلنا بلي بلاد الرافدين كتوجد في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط. ظهرت حضارة بلاد الرافدين على ضفاف نهر النيل. معلومة خاطئة، قلنا بلي بلاد الرافدين كتوجد ما بين جوج ديال الانهار، نهر دجلة ونهر الفرات، وهذا الشيء علاش تسمات ببلاد الرافدين. تميزت بلاد الرافدين بموقعها وخصوبة اراضيها. معلومة صحيحة، تميزت حضارة بلاد الرافدين بظهور قانون حمورابي. معلومة صحيح. يعتبر اختراع الكتابة المسمارية من أبرز مظاهر حضارة بلاد الرافدين. معلومة صحيحة. سؤال ثاني: وطئ المعطيات التالية على الخط الزمني: ما قبل التاريخ، قانون حمورابي، حكومة بابل الثانية، الحوثيون، الفرس، حكومة بابل الأولى، الآشوريون، حكومة دول المدن، واختراع الكتابة. نعطيكم مهلة للتفكير. قلنا في الدرس ديالنا بلي الحد الفاصل ما بين ما قبل التاريخ والعصور التاريخية هو اختراع الكتابة، وتم اختراع الكتابة سنة 3500 قبل الميلاد. اذا سنة 3500 قبل الميلاد اختراع الكتابة. قبل اختراع الكتابة فهو ما قبل التاريخ، وما بعد اختراع الكتابة فهما العصور التاريخية. قانون حمورابي: صدور قانون حمورابي في حكومة بابل الأولى. حكومة بابل الأولى قانون حمورابي. أول الدول اللي حكمت بلاد الرافدين كانوا هما حكومات دول المدن. إذن هنايا حكومات دول المدن. ثم جات حكومة بابل الأولى اللي عرفت ظهور قانون حمورابي. من بعد جاء الحوثيون. ثم تم توحيد بلاد الرافدين اللي هي حكومة بابل الثانية، اللي ظهر معهم الحكم الملكي، ومن بعد تعرضوا للاحتلال الاشوري والفارسي. كان هذا هو درس اليوم. اللي عنده شي سؤال يخليه في لي كومونتير. اي جو دي ا لا بروشين.